الله ينور عليك. مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك، صباح الخير. اذا منذ بعض الوقت انتهى الاجتماع الذي حصل منذ بعض الوقت في مركز الضمان في هنا في الميناء، ولكن سبق هذا الاجتماع اعتصام للمياومين في مركز الضمان يلي صار لهم اكثر من 3 سنين مش عم يقبضوا معاشاتهم وعلوا الصرخه للتذكير بقضيتهم اليوم. ولكن الملفت وجود يعني رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، استاذ بشاره، جيت اليوم أيدوا المياومين بقضيتهم، وكان في اجتماع من عدد من الشخصيات الرسمية من بينهم النائب عن تيار المستقبل وليد البعريني. لوين توصلتوا؟ والنائب كمان علي درويش. صحيح، والنائب علي درويش. لوين توصلتوا بهيدا الاجتماع؟ حقيقة بنتيجة الاجتماع اللي حضروا كمان الأستاذ محمد زكي ورئيس نائبة الضمان الأستاذ علي حماني والنقبة كلهم الحاضرين، توصلنا نتيجة. أول شيء دفع المستحقات فوراً، المستحقات يعني من ثلاث سنوات ونصف حتى اليوم المياومين عم يشتغلوا بدون عمل بدون أجر، دفع المستحقات فورا، إدخالهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يستفيدوا من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تصور شخص عم بيشتغل بالضمان مياوم وليس منتسبا إلى الصندوق الوطني ولا يستفيد. ثلاثة، التأكيد على استمرارية عملهم، مش ندفع لهم مستحقاتهم وروحوا عبيتهم، يعني بدو نستمر بعملهم. ورابعا، مساواة بأجر المياومين العاديين اللي هن بالصندوق الموجودين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فإذا عندنا أربع أشياء رح نعملها صياغة وبكون هي مطلبنا الأساسي. بغضون قديه بتطبق هيدي المقررات؟ مفروض هيدي مقررات تأخذ مجراها إلى التطبيق الفوري، المفروض ما راح تروح مثل غير قضايا بشقة السياسي والطائفة بمحلها. اتفقنا أنه يكون في اجتماع، يعني لجنة مصغرة من الموجودين بالاجتماع كان لمتابعة هذه القرارات حتى تنفيذها. وأنا بالمناسبة بدي حيي كل الإخوان النقباء من طرابلس واللي حضروا، ممثلين كمان نائب المحامين والمخاتير وفردا يعني على هاللقاء وعلى التضامن المهم اللي هو بيأسس لإعطاء هل المياومين حقوقهم. استاذ بشاره، ختاما، غدا في مثل تمنع لموظفي الاداره العامه عن الذهاب الى العمل، غدا وبعد غد، يعني عندنا نحن خميس جمعه سبت احد ما في ادارات عامه بشكل غير رسمي، هيدا الامر قديش خطير وقديه حضرتكم بتدعموه او لا؟ خليني اقول انه انا دعيت المسؤولين برابط القطاع العام لاجتماع الأسبوع الماضي وصار في نقاش حول هذه المواضيع وكان في آراء متعددة، إنما أنا اللي بقدر بقوله أنه مفروض أنه يكون في حوار بين مختلف الهيئات النقابية بهالمرحلة بالذات حتى يكون الموقف مشترك. نحن مثلا داعيين لإضراب نهار الثلاثة المقبل، بندعي الكل للمشاركة بهالإضراب، إنما أنا دايما بالإضراب عندي يعني دايما محل معين بتطلع على عدم التسبب بضرر للعمال، انه ان لا ياتي الاضراب بنتائج معكوسه. والا نحن من السهل جدا هلا كنا نحن وقفه تضامنيه نطلع على الشارع لفوق ونقطع الطريق. على من نقطع الطرقات؟ نحن على اهلنا وعمالنا وموظفينا اللي عم يشتغلوا. فاذا دائما بدنا نطلع على ما هو جيد وما هو نتائج ايجابيه من اي تحرك. لذلك بدعي الكل إلى حوار حول التحركات التي قد تصل بمرحلة المراحل إلى إضراب مفتوح. أنا يعني منفتح على كل الخيارات، بس بهالمرحلة بالذات بدنا ندرس شوي خياراتنا، عرفت كيف، حتى تأتي النتائج بالمكان التي نتمنى. صحيح. حضرتك ختاما، حضرتك عم تدعي لتوحيد الصفوف النقابية والاتحادات كلها بشكل إنكم تكون عندكم رأي واحد وتحضير لمرحلة مواجهة واحدة، ورح ندعي كمان لنهار الخميس بكرة إلى مؤتمر نقابي موسع يشمل كل شرائح المجتمع والنقابات الحرة والهيئات الاقتصادية حتى وهيئات المجتمع المدني والهيئات النسائية حتى يأتي التحرك جامعا. قد نصل إلى تحركات كتير درجتها عالية بهذه المرحلة لوقف حالة التدهور، وأهم شيء هي تأليف حكومي، لأنه خارج تأليف الحكومي كله حكي بالوهم. فإذا التحرك يجب أن يكون مدروسا ويصل إلى أعلى درجات التحرك، يمكن
يمكن اضراب مفتوح. يعني نحن على موعد هلا هيدي يمكن اول مره بتقولها رئيس على موعد الاسبوع المقبل مع اجتماع موسع لجميع النقابات والهيئات نهار الخميس بعد يومين هذا الحالي بكره يعني. هذا لتقرير هذا الاجتماع والدعوة له بكره بمقر الاتحاد مقر الاتحاد العمالي. اي ساعه؟ الساعه 11. تمام شكرا لك رئيس. شكرا للاساتذه. الله يعويك رئيس. حضرتك من المقاومين الموجودين بمركز الضمان قد ايه لكم؟ مش قابلين احنا مظلومين. اللهم انا مظلومين فانصرنا معلم. نحن فتنا بال2016 فتنا على الضمان الاجتماعي بطرابلس قبل قانون ممنوع التوظيف وقبل قانون التوظيف العشوائي. نحن بال2016 خلنا بلشنا نشتغل بدنا سنه وشهرين عن 17 و16 شهرين. نحن للاسف مؤسسات كتير فاتت بعدنا بالتوظيف الغير عشوائي كله عم بيقبض كله مضمون كله بياخد مستحقاته الا نحن ما عندنا ابدا ولا شيء. نحن هون بالضمان المؤسسة هي اللي بتعمل تفتيش على المؤسسات الاخرى اذا ما عم بتخضع لقانون العمل وما عم بتطبق هالقانون عليه على حوله. يعني انت شو بتستنظر؟ نحن يوميتنا 30,000. نحن كل واحد منا بيروح بيشتغل بعد الظهر لحتى يطعمي ولاده، ندلع الساعة 10 عم نشتغل طعمي ولادنا. كذا شغلة مزبوط. اجتماع اليوم بمقرراته، قد ايه عندكم ثقة بتطبيقها؟ هيدي مش أول وعود بتتلقوها من 3 سنين لليوم، ولكن قد ايه عندكم ثقة؟ عم نتابع هيدي يوميا عم نتابع ويوميا بيوصلونا. يعني شو بدك أكثر من عم يعملوا جداولنا لندفع وينكتب المبلغ اللي بدك إياه هو ال 30,000 اللي ما بيطلع شيء 2 دولار بالشهر وآخر شيء عم يسحبوه من تمك قبل الضائقتين. كله هذا من ورا مين اللي عم بيعرقلها؟ مدير العام تبع الضمان معنا عشان ما نقول نحن. استاذ محمد كركي. نعم استاذ محمد كركي. بس مجلس اداره ثلاث ارباع مجلس اداره متوفي، ثلاث ارباع مجلس اداره كبير بالسن كنه كل احترام، بس كل ما يوصل الموضوع لانه تفرض الجلسه. في اسباب طائفيه، في اسباب مناطقيه برايك ولا الامور مثل اي شيء بالبلد؟ نحن اليوم عملنا اعتصام. هذا الاعتصام هلا انذار، بعدين حيكون في تصعيد وتصعيد كبير ويتحملوا مسؤوليته. هيدي عم تسأل اذا في شيء بالسياسه، ايه في شيء بالسياسه، يمكن هني لانه من طائفه معينه ما في غير من طائفه ثانيه، بس هيدي نحن بلبنان، لبنان بيتحمل يعني المسيحي والمسلم والشيعي والعلوي كلنا واحد، ليش هون عم يعملوا التفرقه؟ هذا المركز الضمان الاجتماعي كل مؤسسات الشمال عم تنهار، ليكو بلش بمرفق طرابلس بالسكنر، هلا بده يشيلوها، بده يبلش بضمان طرابلس، ما حنسمح لهم بقى، ما حبقى نسمح لهم. إذا مركز ضمان طرابلس اللي هو للعمل وللعمال بده يجي يقربوا صوبه نحن من نقورن عيونهم مين ما يكون يكون الميومي بقى تقبض عم تشتغل بلا ما تقبض صار 3.5 سنين عم تشتغل بلا ما تقبض ولا ألف. نحن ما بقى نقبل ونسكت عن هذا الشيء. بدهم يقبضوا معاشاتهم مثل غيرهم وبدهم ممنوع حدا يدق فيهم، هدول صاروا مثبتين مثل غيرهم. نحن منناشد المدير العام ومنناشد الرئيس نبيه بري لانه هو اللي كان ساعي بتفويتهم على الضمان بطرابلس انه هيدي القصه يحلوها، لانه نحن ما بقى فينا بقى نستحمل بعد اكثر من هيك، ونحن جايين على تصعيد اكبر بهيدي الخصوص. نائب ختاما، النائب وليد البعريني وعلي درويش كانوا موجودين اليوم. اجى النائب اليوم اجوا النائب وليد البعريني والنائب علي درويش، هن وقفوا مع الشباب تضامنا لانه حاسين بوجعهم ورجعوا بيروت كذا مره، وفي نواب كثير كانت جايه بس ما قدرت اجت لانه عندهم جلسات بمجلس النواب، وكان جاي نائب المحامين كمان عنده جلسه بمجلس النواب. نحن كلهم هذول ولاد بلد، ولاد بلد ما بقى في حدا هذا بالمدرسه، هذا ما في يطعمي ولاده، هذا ما معه يشتري ثياب واكل، هذا عنده اجار بيته، ولك شو لوين اخذنا؟ بدهم يدمروا المؤسسات؟ ما خليهم يدمروا المؤسسات. الوعود اللي اطلقوها اليوم بتصدقوها رح تطبق برايك؟ الوعود اللي اطلقوها نحن بوجود الدكتور كركي المدير العام قلنا كل الثقه انه هدول الشباب ولاده، لانه هو قال لي هدول ولادي، وهلا وعد انه هيرفع على مجلس الاداره. نتمنى مجلس الاداره كريم ياخذ القرار بحق هيدي العمال اللي هي 30,000 ما بتعمل شيء. ما بقى تعمل شيء 30,000 عم يرجعوا يشتغلوا بعد الساعه 3 دوام ثاني وهذا حرام. شكرا لك نائب. شكرا شباب. يعني تفضل حضرتك من المقاومين. لا تفضل ما بدي اعمل لك. شكرا صديق. شكرا. يعني مشاهدينا للاسف فعلا وهي مهزله الاداره اليوم انه يكون موظفي او مقاومي الضمان ما ندخلين او مستفيدين من الضمان. يعني هي فعليا مثل خوارزميه من خوارزميات هذه الدولة اللبنانية القائمة على الفوضى، فقط الفوضى. شكرا لك على المتابعة وإلى اللقاء.